باختصار إن هذا التقرير الاستراتيجي بيعني بالمصالح الأمريكية. هتكلم عن المصالح الأمريكية في الخارج، وهذه المصالح بغض النظر عن هوية الجالس في البيت الأبيض، بغض النظر عن الصبغة أو اللمسات بتاعت هذه الإدارة الموجودة في البيت الأبيض، اللي بيهمهم هو تحقيق الهدف. إذا كان خلال العشرين عاما السابقة تم التمهيد للنيو أوردر أو النظام العالمي الجديد لإعلاء وضمان أن الولايات المتحدة تستمر تقود العالم، فإن بيحصل انسحاب حاليا من مواجهة ما يسمى أمريكيا بالعدو الأخضر، والبدء في نوع آخر من المواجهات. نعم. هيتم مواجهة العدو الأصفر، وهو سيتم بأساليب غير تقليدية. طيب. علينا أن نعي بأن الولايات المتحدة انتوت، سواء بايدن موجود أو غير موجود، انتوت أن تنسحب تماما من المنطقة، ما عدا العودة إلى قاعدة طرابلس الغرب في ليبيا. نعم. في مواجهة طرطوس.